البداية محليا، حيث أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن قانون مجلس الشيوخ سيكون ضمن أولويات المجلس في دور الانعقاد الخامس، حيث يجب إقراره وفقا للدستور. وأوضح عبد العال خلال حوار مع صحيفة الأهرام نشر اليوم أن المجلس سيراجع أيضا نصوص قانون مجلس النواب في ضوء التعديلات الدستورية ووضع طريقة إجرائية لتنظيم العلاقة بين المجلسين، فضلا عن ضرورة مراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية. أشار رئيس مجلس النواب كذلك إلى أن إقرار قانون مجلس الشيوخ سيوسع المشاركة السياسية والنيابية لعدد أكبر من المصريين، فبدلا من قصر التمثيل النيابي على 596 عضوا في مجلس النواب، سيكون هناك غرفة أخرى تزيد من التمثيل الشعبي والفئوي والتخصصي لعدد أكبر من المصريين. كما تحدث الدكتور علي عبد العال في حواره على أن قوانين النواب وتقسيم الدوائر والإدارة المحلية والمرور من أهم التشريعات المقبلة. عبد العال شدد أيضا على أن التعديلات الدستورية كانت ضرورة مجتمعية وأنه لم يتم مصادرة رأيا أو رفض فكرة. قال أيضا رئيس مجلس النواب إنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي يناسب الجميع، وأنه يفضل الجمع بين الفرد والقائمة بنسب متوازنة. وأضاف أيضا أن الاستعراض بالأدوات التشريعية ليس من أهداف مجلس النواب وليس منهجا له، ولا يوجد سعي لأي بطولات. من جانب آخر، قال عبد العال إن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة في سيناء، مشيرا إلى الجهود الأمنية القصوى التي بذلتها الدولة للقضاء عليه. ووصف أيضا رئيس مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه رجل مقاتل ومخلص وأحبط كل محاولات كسر إرادة الدولة، كما شدد على أن هناك تعاون كامل بين المجلس والحكومة وأن هذا لا يمنع من المحاسبة عند وجود تقصير. لمزيد من التعليق والمتابعة والتحليل حول هذا الحوار وهذا الخبر، ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمود بسيوني، مساعد رئيس تحرير الأخبار. أستاذ محمود، أرحب بك على إكسترا نيوز، وكيف قرأت هذا الحوار الذي أجراه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مع جريدة الأهرام، الذي تحدث فيه يعني حول موضوعات مختلفة وموضوعات متشابكة ربما أبرزها قانون مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ الذي وافق عليه المصريون في الاستفتاء الذي تم في العام الماضي؟ في الحقيقة يمكن هو من أهم الحوارات اللي يعني ألقت الضوء على ما يحدث في عروقة السياسة المصرية، عروقة البرلمان المصري. في إشارات واضحة على أنه هناك يعني اتجاه يحدث الآن في الدولة للانتقال من حالة الحفاظ على الدولة وتثبيت أركانها إلى حالة الدولة المستقرة، بمعنى أنه في الفترة اللي فاتت دايما الدكتور علي عبد العال اتكلم على أنه كان البرلمان مساندا للحكومة، وهو يمكن كان فيه أسئلة عن الدور الرقابي وقد يبدو كان غائبا في ذلك الوقت، ولكن هو أشار إلى أنه البرلمان استقى أو اختار أن يكون في صف الدولة المصرية وفي صف عملية البناء، أن يكون هو الظهير السياسي في هذه الفترة، أن يحاول إصدار التشريعات التي كانت تحتاجها الدولة خلال الفترة الماضية، خاصة التشريعات يمكن هو تحدث عن التشريعات اللي كانت حكومات أخرى وأنظمة أخرى تخاف أن تقترب منها وتخاف من طرحها على الرأي العام. اتكلم عن الصعوبات اللي واجهها البرلمان، وحدد يمكن في مقدمات حضرتك أشرت إلى خريطة العمل البرلماني خلال دورة الانعقاد الخامسة القادمة إن شاء الله، اللي اتكلم فيها بوضوح عن إنه في اتجاه لإصدار قانون مجلس الشيوخ. نعم. وهو هنا يطبق مواد الدستور ويبدأ البرلمان في وضع مواد الدستور كتشريعات قادمة، فيحدث حولها حوار مجتمعي كما تابعنا ما حدث في التعديلات الدستورية. لانه مساله الحوار المجتمعي اعتقد انها هي مساله بقت حاكمه الان في اصدار التشريعات المصريه، انه يتم الاستماع لكل الاراء، يتم الاستماع لاراء الخبراء، واعتقد ان من هنا كانت اهميه انه يعود مره اخرى مجلس الشيوخ، خاصه وانه عدد سكان مصر 100 مليون، فانت محتاج على الاقل يكون ممثل ليهم في الحياه البرلمانيه عدد مناسب، فبالتالي انت مش هتقدر تضع هذا العدد كله في البرلمان، فانت تحتاج ايضا لوجود مجلس الشيوخ ان يضم حتى الخبرات التي يمكن ان يعني تضيف للعمل البرلماني، تضيف للعمل التشريعي، للرقابه، غيره من الادوات اللي ممكن تبقى موجوده مع مجلس الشيوخ، خاصه وانه دول كثيره بتسير ب يعني نظام الغرفتين البرلمانيتين. نعم. في مصر اعتقد انه ان انت هتبقى قدام مصنع جديد للسياسيين المصريين، هيبقى موجود في مجلس الشيوخ. الدكتور علي عبد العال كمان حط تصوراته
لكيف سيكون عليه قانون مجلس الشيوخ وكيف ستجري عملية الانتخابات حول مجلس الشيوخ. وقال أنه يود أن يجمع هذا القانون بين النظامين الفردي والنظام القائمة أو نظام القائمة كما هو معمول به ربما في انتخابات مجلس النواب، أليس كذلك؟ بالضبط، هو يعني تحدث عن هذه المسألة، ودي اللي هتستلزم أيضا أن أنت تعمل تغيير كمان في قانون مباشرة الحقوق السياسية. نعم، مباشرة الحقوق السياسية، تعيد مرة أخرى رسم الدوائر الانتخابية حتى تعطي فرصة للمرشحين والمسألة التكافؤ بين المرشحين في تقسيم الدوائر، لأنه دوائر القائمة غير الدوائر اللي بيتم فيها الانتخاب الفردي. طبعا. فبالتالي اتفضل. الو، اتفضل اتفضل. فبالتالي انت قدام عملية انا بعتقد انها جزء كبير او اتجاه لعملية اصلاح سياسي شاملة ستجري في مصر خلال الفترة القادمة، بداية من ان انت تستعين بالخبرات في مجلس الشيوخ، بان انت تسير زي ما اتكلم الدكتور عبد العال عن فكره انه قانون المحليات كمان يصدر، فبالتالي وده كان سؤالي، يعني قانون المحليات او قانون الاداره المحليه كثر الحديث حول ذلك القانون، وكانت هناك ربما ورش عمل خلال الدورات السابقه حول قانون الاداره المحليه، ربما كانت هناك معضلات جمة في هذا القانون، برايك هل ينجح مجلس النواب في اصدار هذا القانون، في اقرار هذا القانون في دورته الخامسه؟ اعتقد ان الدكتور يعني طرح مساله تحل كثير من الازمات، وهو فكرة أن يصدر قانونين، قانون للمحليات وقانون للانتخابات المحلية. نعم. هي كانت الإشكالية أنه قانون المحليات القديم كان يتضمن مواد كثيرة عن طريقة الانتخابات وموعدها، والدستور أيضا كان يلزم بنسب معينة للفئات التي سوف تمثل بالزبط. المواطنين في الإدارة المحلية أو في مجالس المحلية. بالضبط. وده يمكن اللي عطل خلال الفترة الماضية، لأنه النقاش كان فيها كتير وكان فيها آراء مختلفة كثيرة، يمكن هي دي اللي خلت يعني هناك تعطيلا لمثل هذا القانون المهم، اللي يمكن القيادة السياسية تحدثت عن يعني رغبتها في إجراء هذه الانتخابات سريعا حتى يصبح يعني هناك زخما في العمل المحلي وإضافة مرة أخرى. فبالتالي هو هنا الدكتور عادل بيقول إنه سيبقى يعني سيكون هناك قانونان، قانون خاص بالإدارة المحلية يكون معني ب يعني تقسيم العمل، تحديده، تحديد المهام، طريقة العمل للمحليات ازاي تدي حريات اكبر لحركتها، وقانون خاص بقى بالانتخابات حتى يعني يفك هذا التشابك اللي ما بين القانونين واللي عطل صدوره حتى هذه اللحظة. فبالتالي انت قدام انا بعتقد انه 2020 بهذه الطريقة مع صدور هذا القانون، قانون مجلس الشيوخ مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، سيصبح الرأي المرجح انه يتم الانتخاب المجلسين في نفس التوقيت، يعني تقديرا لمسألة تخفيض النفقات وعدم الفوض في الانتخابات بشكل متوالي يؤثر على يعني الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في مصر. فبالتالي أنا بعتقد أنه الطرح الخاص بأنه يتم انتخاب البرلمان والشيوخ في نفس التوقيت هو سيكون المرجح في النهاية، لأنه به يعني العديد من المميزات. طيب أستاذ محمود، ربما أيضا في هذا الحوار رئيس مجلس النواب قال أن هناك تعاون كامل بين مجلس النواب وبين الحكومة فيما يتعلق بالمناقشات أو في حتى إقرار القوانين، كيف تقيم طوال الأربع فصول السابقة من هذا أو أربع دورات السابقة من دور الانعقاد لمجلس النواب هذا التعاون بين الحكومة وبين مجلس النواب فيما يتعلق بإصدار القوانين ومناقشات إقرار القوانين؟ أعتقد أنه هو كان وضع استثنائي، زي ما قلت حضرتك في البداية، هو كان وضع بناء دولة تثبيت أركانها بعد سنوات من يعني غيابها. فبالتالي أنت كنت محتاج لظهير سياسي منتخب زي البرلمان أنه يكون في ظهر عملية البناء وأنه يكون مساند لهذا العمل. فبالتالي البرلمان اختار زي ما الدكتور علي عبد العال قال في حواره أنه اختار يكون مساند للدولة، وأنه يعني لا وقت للبطولات ولا العنتريات ولا للعمل اللي ممكن يكون فيه يعني فرقعه او شو اعلامي، بقدر ان انت تقدم للدوله ما يسهل عملها وما يسهل تثبيت اركانها في خلال الفتره الماضيه. فبالتالي هو اتكلم عن انه كان العلاقه مع الحكومه قويه مسانده، يمكن كان ليه ملاحظه انه يتم تقديم التشريعات بشكل سريع ومتتالي، فبالتالي يعني غاب عن التشريعات اللي موجوده مساله التسويق السياسي، لانه مناقشه التشريعات في البرلمان جزء منها
يعني بشكل مستفيض بيبقى جزء منها تسويق سياسي لهذه القوانين، يعني نعم. تستطيع ان تجد فيها الجيد وتستطيع ان تجد فيها السلبي حتى تعترض. فبالتالي يمكن هو حتى ضرب مثل بمساله القانون التامينات والمعاشات، يعني يرى ان به كثير من المميزات لكن غاب عنه التسويق السياسي، فلم يصل مردوده ولا تاثيره للناس، يعني لم يشعر به الناس حتى هذه اللحظه. فدي المسائل اللي بعتقد انه هو والحكومه كانوا يعني بيحاولوا يتعاونوا فيها طوال الوقت من اجل ان يكون هناك تشريعات تسهل من عمل الدوله وتفيد في مساله اعاده البناء مره اخرى واستقرارها، ثم برلمان يحاول ان يعني يرشد استخدام ادواته حتى يعطي الحكومه ويعطي للدوله الفرصه، لانه كان هناك اصلاح اقتصادي صعب تاثيره على الناس كان يعني صعب وشديد وقاسي، وبالتالي كان يحتاج في هذه الفتره لعمليه استقرار سياسي داعمه لما يحدث من اصلاحات، داعمه لما يحدث من عمليات بناء، داعمه لما يحدث من محاولات مصر انها تعود مره اخرى لادوارها الاقليميه والدوليه. يمكن هو اشار ايضا لمساله مهمه كانت غائبه في السنوات السابقه، فكره الدبلوماسيه البرلمانيه، انه هذا البرلمان كان يقوم بادوار اقليميه ادوار دوليه، يحاول ان يعني يتحاور مع نواب في الخارج، يتحاور مع برلمانيين من الخارج، مع برلمانيين من افريقيا، حتى يعزز اتجاه الدوله نحو الانفتاح اكثر على افريقيا. كل هذه الاشياء اعتقد انه يعني كان موفقا البرلمان الحالي، كان موفقا في اختيارها، موفقا في عمله بهذا الشكل، لانه اعطى مساحه واعطى فرصه للدوله ان تسير الى الامام وتستطيع ان تثبت اركانها وتستعيد دورها مره اخرى. من بين ما جاء في تصريحات علي عبد العال دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ان هناك العديد من القوانين التي سوف تناقش ويجب ان تقر خلال الفصل التشريع القادم، من بينها المرور، هل نحن حاليا في حاجه الى اقرار قانون جديد للمرور بالنظر الى يعني ما تشهده مصر او هذه الازمه الخانقه في المرور على مدى عقود مضت؟ هل نحن بحاجه فعليه على ارض الواقع على اقرار قانون جديد للمرور برايك؟ هو المساله هنا، بس عشان افرق بين حضرتك ما بين حاجتين، مساله لما نتكلم على قانون المرور فده قانون منظم، لكن مساله الالتحام المروري انا بعتقد ان ده مساله تنظيميه، مساله مش هتبقى محتاجه تشريعات او قوانين، دي محتاجه يعني تنظيم ما للشوارع، تخطيط، تواجد امني، دي مسائل اعتقد انها هتبقى مختلفه كتير. بالاضافه الى ما تقوم به الدوله مؤخرا من اقامه وتنفيذ وانشاء مجتمعات جديده من اجل تخفيف الكثافه السكانيه الموجوده في القاهره الكبرى. ده صحيح، وعشان كده يمكن ده كان اهميه فكره طرح العاصمه الاداريه الجديده، انها تعطي رئه اخرى للقاهره بعد اكتظاظ السكان، للقاهره الكبرى ايضا بعد اكتظاظ السكان، ان يكون هناك مساحه اكبر لمتنفس هذه العاصمه، خاصة مع نقل الوزارات إليها. فأنا بعتقد أنها ده جزء من الحل الأشمل لمسألة الأزمة المرورية. ولكن قانون المرور طبعا دي مسألة مهمة، لأنه يعني هناك تطور كبير يحدث الآن في مسألة امتلاك السيارات، امتلاك أدوات النقل، فبالتالي أنت تحتاج أن تنظم هذه المسألة. بالإضافة إلى تطوير وسائل النقل الجماعي وسائل النقل العام وربما تزويد مشروعات أو إنشاء مشروعات جديدة في هذا السياق. على كل الأستاذ محمود بسيوني مساعد رئيس تحرير الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة وعلى هذا التعليق.